لا يزال المجتمع الدولي منقسماً إزاء قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا على رغم انتهاء التفويض بنقل المساعدات اليوم، فقد استخدمت روسيا والصين الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يسمح بدخول المساعدات لسوريا من معبرين حدوديين مع تركيا لمدة 6 أشهر، وذلك بعدما صوت مجلس الأمن الأربعاء الماضي ضد مشروع قرار روسي لخفض الممرات التي تمر عبرها شحنات المساعدات الإنسانية لسوريا إلى معبر واحد. وكانت روسيا والصين استخدمتا قبل يوم الفيتو لمنع المجلس من تمديد موافقته لمدة عام على إدخال المساعدات الإنسانية عن طريق المعبرين بين تركيا وسوريا. فهل ستحرم سوريا من المساعدات الإنسانية بسبب هذا التجاذب؟ نفهم هذا الملف أكثر مع ضيفتنا من نيويورك الصحفية كيلي تورنس. أستاذة كيلي، أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. هل انتهى هذا التجاذب وبالتالي انتهت هذه القضية والمساعدات لن تدخل سوريا؟ ما الذي ننتظره الآن؟ أمل أن لا يكون هذا هو الحال شانتال. هذا مدمر في الواقع، وخصوصا في الشمال حيث هناك تقارير تفيد بأن الأسر تطبخ الأعشاب والحشائش الأرضية لأنها تعاني من فقر في الغداء. الصين وروسيا بالتحديد تجعل الأمر أصعب على المساعدات الإنسانية، وهو أمر محتاج إليه بشكل ملح. الولايات المتحدة الأمريكية قالت إنها مستعدة لتقديم تسويات وتوافقات وتنازلات. نعرف أنه كان هناك مشروع قانون يتحدث عن معبرين، وكان هناك نية لتخصيص 3 معابر، لكن روسيا عارضت الأمر. ومع ذلك، مع الحديث عن معبرين فقط، فإن روسيا والصين ترفضان. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية راغبة في التوصل إلى اتفاق، لأن الأهم هنا هو مساعدة السوريين، لكن روسيا غير مهتمة بهذا الأمر وغير مهتمة بمساعدة الشعب السوري، وكذلك بشار الأسد غير مهتم بإيصال المساعدات إلى الشعب السوري. وهذا الفيتو هو يجعل الأمر مدمرا، ومن المخيب للأمال أن يحدث ذلك. أمل أن يحل الأمر، لأن اليوم ينتهي هذا التفويض ولم يمدد بعد، لكن الأمور غير واعدة. لكن عندما نتحدث أنه اليوم آلية إدخال المساعدات إلى سوريا تنتهي صلاحيتها الآن، ما الذي يمكن توقعه أستاذة كيلي بعد هذه الجلسة؟ هل ممكن أن نكون أمام مشروع قرار جديد يقدمه طرف من الأطراف الدولية حتى يتم التصويت عليه من جديد؟ وبالأثناء ما الذي يحصل؟ هل تستمر المساعدات بدخولها إلى سوريا أم أنه الأمر توقف الآن؟ أعتقد أنه سيكون هناك العديد من النقاشات والترتيبات خلف الكواليس بين أمريكا وألمانيا وفرنسا ودول غربية أخرى، وهذه من بين المشكلات التي يعاني منها مجلس الأمن، وهو مشكلة الفيتو. روسيا دائما تستخدم هذا الحق، وذلك بالرغم من الإجماع الذي يكون في مجلس الأمن إلى جانب الصين. أعتقد أن الوضع ملح للغاية في سوريا، والناس يسخرون جهودهم في صفوف الدبلوماسيين من أجل إيجاد حل. روسيا لم تظهر أي اهتمام في تقديم أي توافقات، ولذلك علينا أن نعرف أن هذا الأمر لا يجب أن يسيس. الأمر إنساني، مساعدة إنسانية. الناس يتدورون جوعا في سوريا، لكن روسيا تهتم فقط بالمساعدات التي تتحكم فيها الحكومة السورية والأسد. ورأينا سابقا كيف عامل الأسد السوريين ومواطنيه، خصوصا في تلك الأماكن التي تعارض ديكتاتوريته. لذلك هذا يجب ألا يحدث. الأمر منطقي، الأمر إنساني، ولا يجب أن يعارض. المجتمع الدولي برمته يجب أن يتعبأ لمساعدة الشعب السوري، وليس من الواجب الأخلاقي لروسيا أن
ترفع حق النقد الفيتو. الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تقوم بما يلزم بالرغم من المؤاخذات التي تقدم لها حول علاقتها بالأكراد، وهي فقدت بطبيعة الحال بعض النفوذ بسبب هذه العلاقات المتجاذبة، لكن روسيا أصبحت أكثر نفوذا وهي الآن تبسط هذه السيطرة. السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أستاذة كيلي، قالت قبل أيام أن المشروع الروسي مجرد محاولة أخرى لتسييس المساعدات الإنسانية. ما المخاوف الأمريكية في هذا الإطار؟ لأن روسيا تعتبر أن المساعدات التي تدخل عبر المعابر الأخرى ليست بالمهمة، وبالتالي كل ما يدخل إلى سوريا يدخل فقط عبر معبر باب الهوى، وبالتالي يجب التركيز على هذا المعبر. ما هي المخاوف الأمريكية في هذا الإطار؟ السفيرة كيلي كرافت بطبيعة الحال هي كانت صادمة في خطاباتها ضد روسيا وكانت شرسة إزاء روسيا. بالنسبة لنظام الأسد وقيامه بتوزيع المساعدات، عرفنا أنه غير مهتم بمساعدة شعبه وتوزيع المساعدات الإنسانية عليهم، والولايات المتحدة الأمريكية تعرف أنه إذا بسط السيطرة على كل أراضي سوريا فإنه لن يقوم بمساعدة الشعب السوري وإنما تجويعهم إلى حد الاستسلام. رأينا الهجمات الكيماوية التي نفذها الرئيس بشار الأسد بمساعدة روسيا وهو ما يزال ينكر، وبطبيعة الحال هناك أدلة تؤكد هذا الأمر. الولايات المتحدة الأمريكية بكل بساطة لا تثق بدمشق وبالعاصمة السورية، هي تركز على الشعب السوري وهناك أسباب وجيهة عديدة لجعلها تعتقد ذلك. الأسد لا يأبه بشعبه وبمساعدته، ولذلك هي ترفض أن تقدم هذه المساعدات للأسد. الأمر مسيس للأسف، ولذلك هناك محاولة لاستعراض العضلات السياسية من قبل الأسد وكذلك روسيا، وهذا مخيب للآمال. هناك مساعدات تقدم للسوريين منذ سنوات من قبل المجتمع الدولي وأمريكا، ولذلك لا يجب وقف هذا الإمداد للسوريين. والولايات المتحدة الأمريكية كما الأمم المتحدة لا يجب أن تسيس مسألة المساعدات الإنسانية، وروسيا عليها ألا تفعل ذلك. نأمل ألا نكون أمام مواجهة أمريكية روسية في مجلس الأمن يكون ضحيتها الشعب السوري المستفيد من هذه المساعدات. شكرا جزيلا لكيلي تورنس الصحفية، حدثتنا من نيويورك الليلة.